يوم نعمة نزل السوق صلوات على امرك. اي 144 بيت كان؟ كان ب 46 47 وصل ورجع. شلون حركت قبل يومين ويوم؟ بعد يوم زين يوم احسن شوي بركت بعد ينزل الريده. اه والله يصير 140 130 ايش تتوقع انت؟ ان شاء الله زين شوي تتوقع ينزل؟ ان شاء الله نزول. السوق حاليا هسه 144 نعم بالضبط. اليوم 17/5/2023 اليوم 144 سوق اليوم ربع. والله البارحه كان 46 الا ربع والحكومه جايه تبادر به يعني ان شاء الله نزول متوقعين. متوقع بعد ينزل يعني؟ ان شاء الله فك يا الله. الحكومه جايه تبيع حتى المصارف جايه تبيع هي صار ليومين البنك المركزي جاي يبيع على 270 مليون 270 مليون جاي يبيع يوميا فان شاء الله متوقعين نزول ان شاء الله. حركه يعني حركه قويه كل زين. سحب شلون السحب قبل ايام؟ سحب قوي يعني. قبل كم يوم كنت كان؟ كان قبل يوم 46 ما حيشتري بس بنتراجع شوي على اساس قانون الميزانيه اليوم بس اجلوها يوم غد على اساس بي يعني تراجع السوق. توقع بعد ينخفض؟ ان شاء الله على اساس 138 ثلاثه يومين كافي. بالنسبه للخضروات يعني سعرهم طبيعي طماطم باذنجان الخيار غيره سعره متوسط. بالنسبه للدجاج والسمك واللحم اللحم لا غالي بالنسبه له ما تغير اي وضع من عنده. واذا تروح تحاججهم يقول لك الاعلاف غاليه او النقل او غيره. بالنسبه للسمك سمك غالي يعني. والدجاج اليوم انخفاض 4 الا 4 هي هاي اللي شفناها. احنا نتامل خير من هاي الحكومه الجديده ان شاء الله ينخفض سعر صرف الدولار. السوق كله بيرتفع. نعم. كله يأثر على كائن المواطن الفقير يعني حقيقة جاي يأثر على كائن المواطن الفقير زين يعني الناس تعاني من الارتفاع الأسعار والدولار حتى لو كان نازل هي المواد الغذائية بحتها هي واقعية نفس الشيء. السبب ليش مخلي الارتفاع؟ السبب ماكو رقابة. السبب ماكو رقابة. الحكومة ما جاي تراقب يعني المواد الغذائية. المفروض الأمن الاقتصادي هو له دور بهذا. بالنسبه للاسعار يعني تقريبا ثابت. بالنسبه للسكر 1000 سكر. الجونيه بيش تقطع؟ الجونيه اذا بكيلوات اذا على 1075 50 كيلو. طحين بصوره عن كيلو ماله بس الابيض الاسمر طحين الشعير النشب كيلو ماله بس. باقي الباقوليات اسعارها؟ الباقوليات ثابته يعني الفاصوليا. صار بين ارتفاع؟ لا ما صار ارتفاع. ما صار. Thank you.